السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنبه إلى المسألة التي ابتدأت بها الدرس بالأمس، وهي مسألة الإيمان. بعض إخواننا سأل يعني هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ وهذه المسألة كما يقول كثير من العلم كثر الكلام عليها واللغط، ولا ينبغي أن يحصل بين أهل العلم الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة أن يحصل بينهم خلاف، وربما شغلتهم هذه المسألة عن مسائل كثيرة، مع أن هذه المسألة دلائلها والبينات فيها واضحة تماما، وخاصة في مثل هذه المسألة، وهو مسألة هل هو شرط في صحة الإيمان أو ليس بشرط مسألة العمل، أو هو ركن أو أن العمل ركن. والذي يفهم من كلام أهل العلم، والذي أيضا يظهر من كلام من قرر هذه المسألة بالنقولات الكثيرة، ليس من كلامه، إنما يبين شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب كبير وفي كتاب متوسط بسط هذه المسألة. والذي سبق الإشارة إليه وهو أن الإيمان هذا وهذا، إن شئت قلت ركنا العمل، شئت قلت إنه ركن، وإن شئت قلت إنه شرط، المعنى واحد. وهذا سبق يعني ذكرته في تعريف الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل ونية مركب هذه الأشياء، فهو ركن لهم. وإن شئت قلت إنه شرط في صحته فلا بأس. وربما شدد بعض أهل العلم في وقت أو في زماننا وقال إنه ركن، وأن القول بأنه شرط لا صحة له، وربما يعني بورغ في هذا وأنه نوع ضلالة، وهذا فيه نظر وحد علمي ويحتاج إلى بحث، أنه لم ينقل عن السلف خلاف في هذه المسألة هل هو ركن أو شرط. ومن وجد شيئا من هذا فليجود به، فالعلم رحم بين أهله. لكن الشيء الذي طلعت عليه ورأيته في هذه المسألة، وهنا أمور. أولا، مسألة الشرط والركن هذه اصطلاحات أصولية لأهل العلم لأجل بيانه وتأصيله، فهذه الاصطلاحات لا تحكم بها أقوال السلف. معلوم أن السلف الله عليهم كانت اصطلاحاتهم أوسع، ولم يكونوا يفرقون بين هذه الأمور، بل يبنون على الدليل. ولهذا تكلموا في هذه المسألة، وبالنظر إلى كلامهم تجد أن بعضهم يعرف الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، وبعضهم يقول لا قول أو لا عمل إلا بنية، لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا باتباع، فجعل بعضها مترتبا على بعض، وهذا أشبه بجعل بعضها شرطا لبعض. وهذا وقع في كلام الشافعي رحمه الله، ونقل إجماع عليه وذكر أنه مترتب هذا الترتيب، وكذلك الأوزاعي، وكذلك الثوري رحمه الله، ووقع كذلك في كلام الآجري ونقله عن أهل العلم. تجد عباراتهم يذكرون هذا وهذا، وبعضهم ربما ذكر أن الإيمان هو هذه الخصال، وأنه ركن، وأن العمل كله، ثم يقول كلاما معناه إن العمل لازم له، وذاك ملزوم، ولا بد من التلازم بين الباطن والظاهر، أن يكون الظاهر لازم والباطن ملزوم، وهو الإيمان الباطن. ولا يمكن يعني، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، أو وجد لم يوجد اللازم لم يوجد الملزوم، إذا انتفى العمل الظاهر انتفى الإيمان، إذا لم يوجد عمل بالكلية. هذا
وقع أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، كثيرا ما يعبر باللازم والملزوم وأن أو ارتباط الظاهر بالباطن، حتى وجدت أيضا ثم راجعت المسألة بعد درس أمس، راجعت وجدت كلام شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى أن الخلاف لفظي. قال رحمه الله في عبارة الله أنا نقلت هنا أقرأ عليكم، يقول رحمه الله قلت يعني ذكرت بل صرح شيخ الإسلام أن الخلاف في أن العمل شرط أو ركن في الإيمان نزاع لفظي. فقال رحمه الله بعد كلام الله: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها، إلى قوله من قال بحصول الإيمان إلى اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، لازم أو جزء، هذا إشارة إلى أنه شر أو جزء إشارة إلى أنه ركن، فهذا نزاع لفظي. هذه نزاع لفظي جملة معترضة كان مخطئا خطأ بينا، هذا تتمة لقوله ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من واجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه كان مخطئا خطأ بينا. بين هاتين العبارتين جملتين فهذا نزاع لفظي، هذه جملة معترضة فهذا نزاع لفظي. وأيضا صرح الإمام العلامة القيم رحمه الله في كتاب الصلاة بهذا، وقال في أكثر موضع لكن في موضع صرح يعني وأن الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان، هل الصلاة شرط لصحة الإيمان، وذكر هذا ولم يشر إلى مسألة يعني كونه ركن أو شرط، فهذا يبين أن النزاع كما ذكر الشيخ الإسلام لفظي، وعند تتبع عبارات السلف رحمة الله عليهم فإن الأمر كذلك أيضا. يقول الآجري، هنا نقل عن الآجري، قال الآجري في الشريعة: لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ المعرفة بالقلب ونطق اللسان. شوف عبر بالإجزاء، والإجزاء يكون فيما هو شرط حتى يكون عمل جعله غاية له بالجوارح، فإذا كملت في هذه الخصال كان مؤمنا. وقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من أي ثلاثة إلا بالآخر. رتب بعضها على بعض، لم يجعلها مجموعا واحدا شيئا واحد، بل رتب بعضها بعض، فكأن هذا شرط على هذا. وقال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، رتب بعضها على بعض. أيضا سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري: كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل نية إلا بموافقة السنة، إلى غير ذلك من النقول. وقال شيخ الإسلام أيضا: فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان، جعل هذا شرطا لهذا، ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، وقال العمل الظاهر لازم للعمل الباطن، لازم لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، ويدل على ما نعم. ويعني عقبت بعد ذلك يعني فيما يظهر أيضا، أنت لو تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد في كله، إذا بصيغة الشرط أسلوب الشرط، إذا صلحت صلح الجسد كله، جعل
صلاح القلب شرطا لصحة الأعمال. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا جواب الشرط. إذا كذلك في حديث آخر، حديث جيد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. هذا حديث رواه أحمد من رواية علي بن مسعدة. فهذه كلها تدل على هذا المعنى، وأن السلف رحمة الله عليهم لم يكونوا يتكلفون في باب الاصطلاحات، وهذا واضح في هذا الباب وغيره. أن ترى أن اصطلاحات السلف رحمة الله عليهم، كلمات السلف واسعة وفيها رحابة وفيها يسر، وعلمهم أتم وأكمل وأوضح مع قلة كلامهم رحمة الله عليهم، فليس لهم تكلفات المتأخرين. واعتبر ذلك في باب المصطلح، مصطلح الحديث. المتأخرون تفننوا في كثير من الاصطلاحات، خاصة في باب الشاذ والمنكر، مع أن السلف الأئمة الحفاظ لم يكونوا يفرقون بين الشاذ والمنكر، أما المتأخرون فيفرقون بينهما ويشددون في هذا، أما المتقدمون في عبارة أحمد وغيره لم يكونوا يفرقون، فعباراتهم أرحب وأوسع لأن المعنى واحد، المعنى واحد، لكن يختلف من جهة شدة النكارة وعدم شدتها وكذلك الشذوذ. فلهذا الاصطلاحات في هذا الباب، والقول مثلا أن الشرط خارج المشروط ونحو ذلك، هذه من كلام المتأخرين. ثم الشرط لا بد منه أن يكون مع المشروط، إنما على اصطلاح المتأخرين الشرط يكون قبل المشروط لكن لا يكون خارجا، يكون معه. فلو أن إنسان توضأ وأحدث في صلاته بطلت صلاته، بل أجمع السلف على أن الإيمان، أن صحة العمل شرط في أن شرط صحة العمل لا بد من الإسلام في حق الكافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا، شوف بالشرط، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا بد، فلو أن إنسان كافر عمل أعماله باطلة، لماذا؟ لفقد شرط صحتها وهو الإيمان، وهو الإيمان. فهذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في هذا الباب. ولذا تجد المتأخرين في هذه الاصطلاحات يختلفون في بعض الشروط، هل هي أركان أو شروط، أو شروط من وجه وأركان من وجه. واعتبر ذلك في باب السبب والشرط، كثير من أهل العلم لا يفرق بين السبب والشرط، لا يفرق بين السبب والشرط. فالنية أيضا، النية هل هي شرط وإلا ركن؟ فهو اختلاف لفظي، اختلاف لفظي، وإلا أهل متفقون على أنه لا بد من استمرار الشروط في العمل. فهي شروط، فهي إذا كانت شروطا له قبله لا بد من استمرارها حتى الفراغ منه، بل إن بعض الشروط أبلغ من الأركان. لو أن إنسان نسي فأحدث بطلت صلاته بلا خلاف، ولو أنه نسي فترك ركعة لم تبطل صلاته بلا خلاف، يسجد يأتي بها ويسجد للسهو، يسجد للسهو بعد السلام إذا كان ترك ركعة منه، وهكذا. فالأظهر والله عدم التشديد في هذا الباب، وعدم المبالغة في النزاع في هذا، وأشد من هذا وأبلغ غلو هو المعاداة والموالاة على مثل هذا، مع أنهم متفقون في الحقيقة، لا اختلاف بينهم، اختلافهم في اللفظ. لو أردت أن يحرروا ما بينهم من نزاع فإنهم لا يصلون إلى شيء يحققون به فائدة على الاختلاف، لأنه كما قال شيخ الإسلام هو نزاع لفظي رحمه الله. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن الصعدي رحمه الله في منظومته: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه
لأعلى جمال القلوب وأجود. صدق رحمه الله، لأن هذا هو ما دلت عليه النصوص، وهذا هو الجمال الحقيقي، جمال الإيمان، جمال التقوى، النصح، جمال باطن يسري على الظاهر. وهذا من أعظم وأجل الأخلاق وجم النصح. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم عند أبي داود سند صحيح عن أبي هريرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي لفظ: إن الدين النصيحة، أكده. والنصيحة من النصح، وهو الخلوص من الشوائب، وأن يكون قصده نفع إخوانه. والنصيحة إما أن تكون خاصة عامة. والشيخ رحمه الله: جمل بنصح الخلق، يعني تكون نصيحتك عامة للناس. وفي حديث جرير رضي الله عنه في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، ينصح، ليس المعنى أنه لا ينصح لغيره، لا، لكن أن المسلم تكون نصيحة خاصة، ويحسن تعامله للناس، وقولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم، لكن المسلم ينصح له ويجتهد، لأن من أعظم نصيحة المسلم هو بيان الخير، لأنه يلتقي معه في المحبة في الله وفي الدين. لأعلى جمال للقلوب وأجود، ولا شك أنه يجملها ويطيبها ويعود عليه بالنفع العظيم حينما ينصح لإخوانه. والآثار والأخبار في هذا كثيرة. قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذا هو الصاحب، كما يقال الصاحب ساحب. الإنسان أن يصاحب الأخيار: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال سبحانه وأعلى من ذلك قوله سبحانه: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خيرا، لقد أضل عن ذكري بعد إذ جاني، وكان الشيطان إنساني خذولا. والآخر قال: إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فيصحب خيار القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. حديث أبي سعيد الخدري: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يصاحب أهل الإيمان ويجالسهم، وليس معنى ذلك أنه لا ينصح لغيره، لا، المراد المصاحبة التي معنى المؤانسة، والتي تكون معنى الرضا من حال أخيه لما هو عليه من الإيمان والتقوى. أما غيرهم فإنك حينما تجالسهم تنصح لهم، وتصحبهم صحبة، يعني صحبة أعم، ليست صحبة خاصة، يكون بالإحسان إليهم والرفق بهم وبذل الخير لمن تريد مصاحبته ممن تدعوه إلى الله بالطريق لتراه مناسب على هدي من الكتاب والسنة. وصاحب إذا صاحبت كل موفق، لأنه يكون سببا للتوفيق حينما تجالس أهل الخير. وأعظم وأجل المصاحبة مصاحبة إخوانك في الجماعة في المساجد، مصاحبة إخوانك في الدروس وفي حلق العلم. أيضا يجتهد في أن تكون صحبته لقوم يستفيد منهم ويفيدهم، ويجتهد أيضا في بذل السلام، وأن يكون بساما كما كان عليه الصلاة والسلام، كما قال جليل: ما لقي إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. يقودك للخيرات نصحا ويرشد، لا يسكت عما يراه مخالف، لكن على هدي الكتاب والسنة كما تقدم. نصحا قصده النصح لله عز وجل، ويرشد من الرشد والهداية والدلالة. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
وذلك أن ترك صحبة الأخيار يوقع في صحبة الأشرار في الغالب. الإنسان بطبيعته مدني كما يقول علماء الاجتماع وكما يقول ابن خلدون، هو مدني بالطبع لا بد أن يصاحب. ولهذا كان السلف كما دلت عليه النصوص يوصون بالصحبة الصالحة كما تقدم، والصحبة الصالحة تحميك من صحبة السوء، هي سياج وصيانة من صحبة السوء. والصحبة الصالحة يرجى تنزل الرحمات عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. ما اجتمع قوم في أي مكان، في مسجد، في بر، في بحر، في أي بيت، في اللفظ الآخر وهذا عند مسلم، وعند مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهذا بعض أفراد العموم، لا شك أن أفضل من أفضل اجتماعات في بيوت الله، لكن هذا حاصل لكل اجتماع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل الصحيح عند أحمد: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. وعند أبي هريرة عند مسلم: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. بجلال الرحمن إجلال لله عز وجل، فهم يلتقون وهم متحابون. ومن أجل الأعمال الحب لله، الحب في الله والبغض في الله، من أرفع الأعمال كما جاء في الخبر: تحبهم لله. هذه محبة خاصة. ولذا في صحيح مسلم حديث هريرة قال: أرصد الله ملكا بين رجل يسير، يعني من كان قبلنا، فأرصد الله على مدرجة على طريق ملك، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي أو صديق. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، لكني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله أن الله أحبك ما أحببته. الله أكبر، قصده محبة وسار لأجل ذلك. ومن ذلك حينما يسير الإنسان إلى مجالس العلم محبة لإخوانه، يرجى يدخل في هذا الفضل لأنه يحب هذه المجالس، يحب إخوانه، يجلس معهم، فيرجى له ذلك. ومعلوم ما جاء في فضل مجالس الذكر وأن الملائكة تحفهم إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما صحبة الأشرار فهي وبال وخبال وضلال، وتكون نقمة على صاحبها كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهم تكون عداوة فهي منقطعة ثم تكون عداوة يوم القيامة. أما الصحبة في الله فهي باقية، لأنه التقاء الأرواح للأشباح على المحبة، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف من أتلف وما تناكر منها اختلف. نعم. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. نعم. يقول رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، لا تشدد، خذ العفو ما عفى لك منهم. وهذا روى البخاري في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس، وجاء أنها نزلت في ذلك. أمر يأخذ بالعفو من أخلاق الناس عليه الصلاة والسلام، يعفو عنهم. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. وهذه وقعت قصة لعمر رضي الله عنه حينما قال الحر بن قيس لما قال له عمه، عم الحر: هي يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل
كلام نحو هذا، فهم عمر رضي الله عنه به لأنه قال كلاما في حق عمر، لا يجوز أن يقال لمثل عمر رضي الله عنه لأن هذا مخالف الواقع حينما قالها. ولهذا أنكر من حولها، ابن أخيه قال يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، قال فوالله فما ما جاوزها حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. خذ العفو، ويشمل الأخذ العفو أن الإنسان لا يبالغ مع إخوانه، وإذا سمع كلاما يتغافل ولا يشدد، والتغافل فيه العافية كلها، التغافل عن زلات إخوانه. الإمام أحمد رحمه الله قيل له العافية عشرة أجزاء، تسعة أعشار منها في التغافل. قال الإمام أحمد رحمه الله هو الفقيه الحافظ الإمام المتبصر رحمه الله، قال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل، يعني من دقق تعب وفتح الشيطان له الأبواب. واليوم كم يفتح الشيطان أبوابا من الوساوس بين كثير من الناس، بين القرابات والجيران والزملاء في العمل، سواء في الأقوال أو في الأعمال في الأفعال، وربما أيضا يبتلي بهذا بعض من يطلب العلم مع بعض إخوانه، تأولوا أقوالهم ويحملها أمورا لا تحتملها، والواجب هو أن تحملها على السداد والصواب، وهذا أمر بين لأهل العلم، فاحملها على الخير، خاصة أن كثيرا من هذه الأقوال لا نكارة فيها ولا غرض فيها، لكن إذا جاء قول يحتمل أو فعل يحتمل فعليك أن تحمله على الحسن والأحسن، وإن كان تعديا وظلما فانظر هل العفو أفضل أو القصاص بحسب المصلحة الشرعية. قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، ترحل عن الدنيا، وهذا جاءت فيه الأخبار الكثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك، حديث عبد الله بن مسعود، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك، رواه أحمد الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي، وقد اختلط لكن له شاهد بإسناد صحيح عند أحمد بزيادة، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل ساعة من نهار تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. قال ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، كن في الدنيا كأنك غريب كما قال ابن عمر أو عابر سبيل، رواه البخاري. والأخبار والآثار في هذا كثيرة، التحذير من الدنيا، لكن ليس مع التحذير الدنيا أن الإنسان لا يعمل، لا، أن يجعلها مطية لأعمال الخير والبر، وأن يترحل بمعنى أن يجعلها راحلة، أيضا من بمعنى أن يجعلها راحلة تسير به إلى الديار التي يقصدها حتى يصل إلى بلده ووطنه، كما يسير يركب على الراحلة فيسير إلى مقصده، ويكون همته رحلته هذا، ولا يلتفت يمنة ويسرة. فالسائر إلى الله كالمسافر الذي يسير في طريق إلى بلد معين، همته السير على هذا الطريق يعرفه، فإن نزعت نفسه أن يبحث عن طريق آخر قد يسقط في مهاوي وهلكات فيهلك في واد من الأودية. كذلك السائر إلى الله سائر معنى، وهذا سائر حسا. قال وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، حتى
تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتتخلص من كل ما يعوقك من الوصول إلى الله والدار الآخرة. وهذا من المصنف رحمه الله كما تقدم في هذه الوصايا العظيمة في ختام هذا النظم، وهي كلها واضحة ولله الحمد ودليل واضح، لكن مما امتاز به المصنف رحمه الله في هذه الرسالة أو في هذا النظم وغيره أن كتبه رحمه الله لا تخلو من نصائح وتوجيهات حتى يحقق المعنى الذي صنف فيه، لأن المقصود من العلم العمل، وإلا كان وبالا على صاحبه. نعم. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. نعم. وكن ذاكرا، مصنف رح يأمر ويرشد إلى أن تكون ذاكرا في كل حال، لأن هذا من أعظم ما يتزود، لما أمر بأن يترحل عنها بالزاد الذي ينفعه ذكر زادا عظيما. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فذكر الله ليس له وقت دون وقت في كل الأحوال. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله في كل حال. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل أحيانه كان يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يعد له مجلس واحد 70 مرة، رب اغفر لي أكثر من 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. حديث الأغر المزن عند مسلم 100 مرة. وجاء أيضا عن غيرهما أيضا أنه يستغفر الله ويذكره في المجلس الواحد بين أصحابه، فكيف إذا كان خاليا بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكن ذاكرا، ذاكرا، والذكر هنا جميع أنواع الذكر، وأجل أنواع الذكر هو ما هو قراءة القرآن. نعم. وكذلك الباقية الصالحات، النبي عليه الصلاة والسلام قال الباقيات الصالحات ما هن؟ سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا. تقدم هذا أنه رواه النسائي بن سعيد الخدري. هذه الباقية، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذكر الله أكبر، يتلو كتاب الله ويتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود. الذكر 3 أنواع: ذكر قلبي لساني، تذكر الله بلسانك وقلبك يتأمل ويستحضر معاني الذكر حينما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتقول هذه الأذكار، تسبح الله وتهلله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، تقول هذه الذكر، تستحضر هذه المعاني، إن كانت تنزيها، إن كانت تحميدا، إن كانت تكبيرا، إن كانت إجلالا، يا ذا الجلال والإكرام وما أشبه ذلك من أذكار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تستحضر هذه المعاني العظيمة. هذا ذكر جمع ذكر اللسان وذكر القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهؤلاء هم أهل الإيمان، إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى استحضروا عظمته وجلاله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عامر بن ربيعة ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموا يا ذا الجلال والإكرام. وكن ذاكرا لله في كل حالة، في كل ظهر كان المصنف في كل حالة،
حتى ولو كان داخل الخلاء. هذا قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه إذا كان داخل الخلاء فيذكر الله بقلبه، وهذا هو النوع الثاني من الذكر، ذكر الله بالقلب، هذا هو عمل القلب. أما حينما تذكر الله بلسانك وقلبك يكون عمل اللسان وقوله وعمل القلب، وعمل القلب وهو الخشية مع قول القلب، لأنه مقر بذلك. حينما يذكر الله مستحضر جمع عمل القلب وقول القلب وعمل اللسان وقول اللسان، ومن كان معذور كتب له هذا الأجر في الخلاء، يذكر الله بقلبه. وهذه عبادة التفكر، كانت عامة عبادة أبي الدرداء كما قالت أم الدرداء التفكر، كان كثيرا ما يتفكر ويتأمل رضي الله عنه. سبق أنه ثبت عنه بإسناد صحيح عند المبارك في الزهد، وكذلك عند أبي الشيخ في كتاب العظمة أنه قال: تفكر ليلة خير، تفكر ساعة، تفكر ساعة خير من ماذا؟ من قيام ليلة. لا السنة، هذا ورد في حديث لا يصح لكنه 60 سنة، هذا ذكره أبو الشيخ في العظمة مرفوع، أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. هذا خبر موضوع، خبر موضوع، إنما الثابت موقوف على أبي الدرداء ويروى عن ابن عباس كما تقدم. وقول أبي الدرداء هو المشهور عنه رضي الله عنه. فهذا هو المشروع للمسلم إذا كان في مكان لا يذكر الله، لا يذكر الله فيه لفظا. ومثل على الصحيح إجابة المؤذن، صحيح أن المؤذن لا يجاب نطقا في الخلاء، بعض العلم قال يجاب، أظن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا يعني بأدلة معروفة، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فليس لوقت الله وقت مقيد، ما قيد، لأن أدلة مطلقة بذكر الله جاءت الكتاب والسنة أنه يذكر الله دائما. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أنه مروا بجمدان، قال: هذا جمدان، ثم قال: سبق المفردون. وهذا لعله يأتي إشارة المصنف إليه المصنف رحمه الله: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والنوع الثالث من الذكر ذكر اللسان، يعني يذكر الله بلسانه لكن ما يستحضر بقلبه، هذا على خير. فالإنسان لو ضعف وغفل لا يترك الذكر، لو كنت مثلا في مكان أو أنت مثلا ضعفت عن استحضار المعاني فعليك أن تذكر الله بلسانك، ولو حصل شيء من الغفلة بالقلب ما دمت ذاكر فأنت على خير. وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله أو سبق الإشارة إليه في مسألة الذكر، لا لا لعله يأتي إن شاء الله. قال: ويجلب للخيرات دنيا، ويجلب الخيرات دنيا وآجلا، دنيا ما تنون لكن قد تنون ضرورة، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ويجلب الذكر يجلب الخيرات، لا شك أن أعظم أسباب الخيرات والبركات هو الذكر. تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ماذا؟ وش قال؟ ذكر الله، ذكر الله، فهو مجل الخيرات. ويدل له ما ثبت الصحيحين علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها احتاجت خادما، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن فاطمة
كنست بيتها حتى برت ثيابها وجرت دلوها حتى مجلت أو نفطت يدها أو كفاها، يعني من سحب الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من خادم؟ جاء إليهما بعدما أويا إلى النوم وجلس بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ سبحان الله 33، تحمدان الله 33، وتكبران الله كم؟ 34. هذا الذكر هل ورد في موضع ثاني؟ نعم ورد في موضع ثاني، نعم، بعد الصلاة. ايش دليله؟ من يذكر الدليل؟ من يذكر الدليل؟ نعم، لأنه يذكر الدليل أول من حديث من؟ حديثه من؟ من يقول؟ كعب العجرة. نعم، ايش قال؟ لا، معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة فيه مفروضة وثلاثون تكبيرة. طيب لو أحد يطلع من إخواننا إن أمكن يطلع نفس لفظ الحديث جزاه الله خير. طيب 33 تسبيحة وثلاث تحميدة وأربع وثلاثون تكبير، هذه معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل نعم دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة. وبهذا أخذ الجمهور على أن هذه التسبيحات خاصة بالمكتوبات، وذهب بعض العلم إلى أنه يقال بعد النوافل. ذكر الحافظ رحمه الله بن حجر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا بذلك، لكن الصواب أنه خاص مكتوبات الحديث كعب العجرة وغيره ما جاء في هذا الباب. نعم، فأخبرهم بهذا عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بهذا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: هذا يبين أن الذكر مجلب الخيرات وقوة البدن ونشاط الروح، بمعنى أنه ينشط لأعماله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير من خادم؟ ليس الخيرية هنا تتعلق بأمر الآخرة، لا فقط، لا شك هذا أعظم ما يكون، لكن مراد حتى في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد من القوة والنشاط ما لا يجده دون هذا الذكر. وهذا ذكره العلماء، ومن كان موفقا مسددا وجد هذا، وذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام، وهذا مذكور عن يعني عن كثير من أهل العلم، يعني حينما يكون لهم من النشاط والقوة في الأعمال ما لا يكون لغيرهم، مع أنهم هم مشغولون بأعمال من البر والقيام الصيام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصنيف إلى غير ذلك من أعمال البر والخير، وتجد نشاطهم وقوتهم لا يقارن بغيرهم ممن ليس له ولا عشر معشار هذه الأعمال. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: صليت إلى جانب شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعد الفجر، فلما كان بعد صلاة الفجر جعل يذكر الله، شيخ الإسلام جعل يذكر الله ويلهج بذكر الله حتى ارتفعت الشمس. قال: فالتفت إلي رحمه الله، كان مع تعليمه يؤدب أدب عظيم، فقال له، يقول مقيم، فقال لي: هذه غدوتي ولو لم أتغدى لخارت قواي. يقول شيخ الإسلام، لأنه رحمه الله معلوم ما عنده من الأعمال والتصنيف والجهاد، أعماله المعروفة مشهور رحمه الله، هذه غدوته، هذا هو غذاؤه، وهذا هو طعامه وشرابه رحمه الله. ومما يعني عرف عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وله قصص في هذا كثيرة، لكن في إحدى القصص التي ذكرها الشيخ عبد العزيز بن موسى غفر الله له ورحمه في عنه عن الشيخ رحمه الله، ولا هناك أشياء نعرفها عنه أثناء مجالسته والدرون قراءة عليه رحمه الله، لكن من مما ذكر رحمه الله كان مرة في مكة و طلبه بعض الإخوان في جدة أن يحضر حفل تحفيظ القرآن، والشيخ مرتبط بأعمال
في مكة في الدوام وعنده الضيوف يأتونه من قبل الظهر ويجلسون عنده من جميع الجهات، فواعدهم أنه يأتيهم بعد صلاة العشاء، لكن قال عندنا بعد صلاة العشاء ارتباط قد نتأخر قليلا. قالوا أبدا يا شيخ، نحن ننتظرك بس نريد وصولك. يقول الشيخ علي الموزة رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله على عادته في درسه بعد الفجر، ثم بعد ذلك ذهب للعمل، ثم رجع إلى البيت، وإذا الضيوف البيت ممتلئ خاصة في أيام مكة، يمتلئ بيته بالضيوف، تغدى معهم رحمه الله ويجلس إلى قريب العصر، ثم بعد العصر يذهب إما إلى بيته ويكون عنده إما درس لأهل بيته، ثم يرتاح قليلا قبيل المغرب، ثم بعد المغرب يكون عنده درس، ثم صلى العشاء، ثم ألقى كلمة قال ثم سرنا إلى جدة، وصلنا متأخرين يعني فوق الساعة العاشرة، وجئنا إلى الحفل وكان في كلمات وكذا، ثم بعد ذلك ختم الحفل بكلمة الشيخ رحمه الله، فتكلم حول الحفل وأثنى عليهم وعلى الطلاب، ثم أي بعد ذلك جلس الشيخ معهم وتناول طعام العشاء، ولم نرجع إلا إلى قرب الساعة الواحدة، ثم لم نصل إلا فوق الساعة الثانية، فقال للشيخ رحمه الله ركب الساعة على الوقت الهلالي قبل قيام الليل، لأن الشيخ اعتاد أن يقوم الليل. قلت له يا شيخ الليلة بنرتاح بننام إن شاء الله صلاة الفجر إن شاء الله، واللي حصل إن شاء الله في خير. قال لا بعين الله إن شاء الله، بعين الله وركب الساعة. يقول فركبت الساعة، يقول استيقظ الشيخ ما نام الوقت يسير، يقول ثم أصبح وذهب العمل، يقول ونحن شباب يكاد الواحد يسقط من التعب، والشيخ رحمه الله كأنه عمل أي شيء على قوة ونشاط، مع أنه في ذلك الوقت قد جاوز 80 رحمه الله. فسان حين يلتزم بالسنة ويستعين بالله عز وجل فإن الله يعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم الحديث عندك. نعم. عن كعب بن عقرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. نعم هذا الحديث. نعم مثل ما تقدم أنه جاء هذا الموطن، هذا أيضا هو كتب الحديث نفس على نفس اللفظ اللي سبق ذكره عن كعب العجرة. هذا كعب العجرة البلوي رضي الله عنه، صحابي بلوي رضي الله عنه، وصاحب قصة مشهورة تعرفونها في الحديبية. نعم لما قال قمر يتساقط على رأسي. نعم فنزلت الرخصة فيه وفدية الأذى. هذا هو السنة، أن يتقلب بين هذه الأنواع من أنواع الذكر الثلاثة. قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. فذكر إله العرش من لجأ إليه وبه سبحانه وتعالى أنجاه وحماه، ولهذا الحديث الصحيح: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. هذا ورد في عدة أخبار، في حديث أبي هريرة مطلقا، أو في حديث هريرة عند في الليل، وأما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ من التامات لم يضر من شر ما خلق لم يضرك شيء، في حديث أيضا خولة عند النزول في منزل في صحيح ومسلم. وذكر الله يشرع كما قال الشيخ مطلقا ويشرع مقيد، وهنا أيضا من أسباب السلامة من الشرور أن تقوله في الأماكن أو في الأحوال التي قيلت. ذكر الله عند دخول البيت، ذكر الله عند خروج من البيت، ذكر الله أو قول الذكر المشروع عند دخول المسجد، ذكر الله والقول المشروع عند الخروج من المسجد، وذكر الله في الأحوال العارضة. إذن ذكر الله كما ذكر العلماء في أحوال عارضات وفي أوقات عارضة، فالمسلم يعتني بذكر الله سبحانه وتعالى أن يقول الذكر المشروع، ثم الذكر المطلق على كل حال. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا
وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. كذلك هو مجلبة للخيرات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، في الآخرة إنه سميع عليم سبحانه وتعالى. وكذلك هو يطرد الوسواس، يطرد الشيطان ويشرد الشيطان. هذا ورد أيضا في بعض الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، حين ما يعرض الإنسان شيء من وسواس الشيطان فيلجأ إليه سبحانه وتعالى ويستعين به. نعم. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. قال رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه، أخبر المختار بأن كثرة الذكر سبب لهذا الفضل العظيم، وهو قول سبق المفردون. فقد أخبر المختار يوما لصحبه، كما صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: من المفردون رسول؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي من رواية عمر بن راشد وفي ضعف قيل: من المفردون؟ قال: المستهترون في ذكر الله. لكن روى أحمد بإسناد صحيح: يهترون في ذكر الله. هذا يبين المعنى، يلازمون. وهذا يحسن أيضا يستدل به فيما تقدم في ذكر الله على كل حال، وهو ملازمة ذكره سبحانه وتعالى والعناية بما فيه الثناء، لأن هذا هو أجل أنواع الذكر. أجل أنواع الذكر هو الذكر القلب واللسان مع اختيار الثناء عليه سبحانه وتعالى، بأن تحمده وأن تسبحه وأن تهلله سبحانه وتعالى. وصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، يعبد على ذكره والشكر بالحسن. نعم، وأنه يعبد ربه بهذا، يعبد ربه سبحانه وتعالى على هذا الوجه. وهذا ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ عند أحمد وأبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. وفي رواية أيضا، وجاء هذا الخبر أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به عموما للصحابة، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام حين يوصي أحد أصحابه فهو الأول لغيره إنه أحبك، فهذا أيضا لكل مسلم، كما قال لبعض أصحابه: لا تغضب، ووصي لكل، وهذا محل إجماع. ولهذا بعض الأخبار يأتي وصية خاصة ويأتي وصية عامة. وعند أحمد عن أبي هريرة: هل أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أن تجتهدوا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا خاطب به الأمة كلها، كما قال لمعاذ رضي الله عنه. هذا يدل على فضل الذكر، لأنه أوصى به عموما وأوصى به خصوصا عليه الصلاة والسلام. لا تدعن دبر كل صلاة. الدبر عند أهل العلم يطلق على المتصل بالشيء، هذا هو الأصل. إذا قيل هذا دبر هذا من دبر الدابة، ودبر الدابة متصل بها، هذا هو الأصل. يعني جاء في الأخبار: من قال دبر فهذا، فالأصل يكون في الصلاة، إلا إذا دل الدليل والقرين عليه، مثل قول: معقبات لا يخيب قائلهن وفعين دبر كل صلاة. هذا معلوم أنه بعد الفراغ من الصلاة، ثبت في الأخبار الصحيحة أن هذا الذكر يقال بعد الصلاة، لكن في أخبار أخرى جاء
جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أي الدعاء أسمع؟ حديث أبي أمامة قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، هذا آخر الصلاة المتصل بها. حديث مسعود رضي الله عنه صحيحين. ثم ليتخير مسألة ما شاء، بعدما ذكر التشهد يعني بعد ذلك في آخر الصلاة قبل السلام، وهذا هو السنة أن يكون قبل السلام من الصلاة. قال رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يقول إن شرع الإسلام كما في الحديث عند أحمد الترمذي إن شرع الإسلام قد كثرت عليه. وليت عبد الله بسر قال يا رسول الله، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فمرني بشيء أتشبث به، مثل إنسان الغريق يعني يجعله سبيل نجاته. قال عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ رحمه الله: بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسهل. لا يزال حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والمراد هذا هو الاستمرار على الذكر. هذا شاهد لما تقدم أنه يذكر الله في كل أحواله، والأخبار في هذا كالمطر عن النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن، والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله، شو الحديث اللي ورد في هذا المصنف حين قال وأخبر أن الذكر غرس لأهله؟ ما هو الحديث الوارد في هذا؟ نعم. ذكر غرس، نعم ممكن، الذكر غرس لأهله بجنات عدن. نعم. من وأن غراسها سبحان الله، ايش معنى قيعان؟ يعني أنها مستوية. طيب. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. نعم. وأيضا ورد حديث من حديث جابر: من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. وهذا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه، رواية أبي الزبير عن جابر. وأبو الزبير هذا من هو أبو الزبير هذا؟ من يعرف أبو الزبير هذا؟ محمد مسلم تدرس الأسدي المكي أبو الزبير. نعم. توفي سنة 26 و27 و100 رحمه الله، رواه مسلم والبخاري مقرونا بعطاء أبو الزبير رحمه الله. وأحسن روايات عن رواية الليث عنه رحمه الله. وهذا الحديث أبو الزبير ابن القيم رحمه الله يقول إن تدليسه ليس كتدليس المتأخرين، إنما تدليس المتقدمين، ولم يكونوا يكونوا يدلسون عن الكذابين والمتهمين، إنما عن من يوثق بهم. لكن ظاهر كلام أهل تراجم الرجال أنهم يعني ذكروا هذه العلة فيه وأنه مدلس، ولهذا قالوا رواية الليث عنه هي أتقن الروايات في قصة معروفة. والحديث له شاهد عند البزار عن عبد الله بن عمرو رواية يونس بن الحارث، وفي ضعف، فقد يقوي أحدهما الآخر. بجنات عدن والمساكن تمهد، يعني المعنى أنك عليك أن تعمل صحيفتك حتى تبقى لك. وإذا مات الإنسان
فتعمل صحيفته. هذا يبين أيضا أن غرسه حين يعمل بالأسباب التي تبقى بعده فصحيفته تعمل بما علمه من ذكر ودعا إليه وهدى إليه وبين، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيغرس له ويكون عمل الخير والبر مستمرا ولو كان قد مات، لأنه عمل أسبابا يبقى عمله بعد موته. وأخبر أن الله يذكر عبده، أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، ومعه هنا تسكين أحسن ولا لا؟ لأنه هذه وش تكون، هذه وش تعرب هذه؟ ومعه على كل الأمور يسدد، نعم ها، لكن وش ظرف ولا حرف جر ولا وكي؟ ظرف، نعم ظرف. طيب الظرف مع، أو نقول سكن للضرورة، سكن للضرورة، نعم. والأظهر والله أعلم أنه ومعه وأنه ظرف، والظرف هنا قد يعني، ولهذا وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. قد يكون هذا مراد كل الأمور يشمل المكان والزمان في كل أحواله، لأنه قد تكون ظرف المكان وقد تكون الزمان، وأنه في أي أحواله سواء كان في أي مكان أو في أي زمان الله سبحانه وتعالى يسدده، لأنه يذكر ربه سبحانه وتعالى. ويكون على هذا الضمير المضاف إليه مبني على الضم في محل جر، وسكن هنا للضرورة، ويكون ظرفا منصوبا. على كل الأمور يسدد بسبب ذكره لربه سبحانه وتعالى، فهو على خير وهدى. وأخبر سبحانه وتعالى، وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بل حتى في الكتاب وأخبر الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. يقول سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، فهم على الخلاف في تفسير الآية، وتحيتهم في سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني حينما يطعمون يحمدون الله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم حديث جابر حديث طويل أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، رشحهم المسك، رشحهم المسك، وقال في آخر الحديث يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فأخبر هذا الحديث أن التسبيح صار نفسا لهم مثل النفس، لكن ليس عن تكليف، ليس عن تكليف وأنه يعني كله ذلك، لكن صار مثل النفس لهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة في حديث بنحو حديث جابر قال يسبحون الله بكرة وعشيا. المراد بكرة وعشيا يعني جميع الوقت، يعني ليس المراد في أول النهار وآخر النهار، لكن هذا من أسلوب العرب، آتيه كل صباح ومساء ونحو ذلك، يعني المراد في كل الوقت، يسبحون الله بكرة وعشيا. هذا اللفظ فسروا حديث جابر، وأن هنا يسبحون الله بكرة وعشيا ليس المعنى التسبيح الذي هم يبتدئونه، لا، التسبيح معنى هذا تسبيح الذي هو نفسه. على هذا يكون حديث هريرة فسر حديث جابر، وأن قالوا يسبحون الله بكرة وعشيا ليس المراد أنهم يسبحون الله معنى أنهم مكلفون متعبدون، لا، ليس الدار تكليف، إنما المعنى أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، نعم. قال رحمه الله ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، نعم. يقول رحمه الله ولو لم يكن في ذكره
غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، لو لم يكن في ذكر إلا هذه المنفعة إلى حب الإله ومرشد إلى ذلك لكانت منفعة ومصلحة عظيمة. كيف وفيه من المنافع والمصالح ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بركة الذكر للعبد الذاكر ومن حوله. قولوا عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. هذا لفظ مسلم. والبخاري: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. وحديث واحد من طريق واحد، ورجح بعض الحفاظ رواية مسلم، رواية مسلم، وإن كان أنه إذا كان البيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي والميت فالذاكر من باب أولى، فالذاكر من فكأن رواية البخاري بالمعنى إما منه أو من أحد شيوخه، من أحد شيوخه، لأن الحديث يعني مخرجه واحد. فهذا فضل الذكر وأثره على الذاكر، بل بركة الذكر تشمل غير الذاكر. قالت الملائكة: يا لله عز وجل وهو أعلم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما جاء لأجل أن يشاركهم فيما هم فيه من الذكر والعلم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. البركة شملته، تقدم في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحال المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح أثره على جليسه ولو لم يكن على صلاح، لكن يسري صلاح هذا الذي نصح له، يسري ويكون سبب في استقامته كحامل المسك ونافخ الكير. مجرد حديثه معه وجلوسه معه فإن فيه خيرا عظيما. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الانكفاف عن المعاصي، لأن في حياة القلب، حياة القلب تجعل ويحب الطاعات وينفر من المعاصي، لأن هذا القلب الحي حي بذكر الله فينفر من المعاصي وينبو قلبه عنها فلا يقع فيها، بل يجد وحشة حين يغتاب عنده أو ينم أحد، فضلا عن أن يقع فيها. وكذلك وأبلغ من ذلك، أو قول يفسد دينه، فهذه المعاصي لا تجامع من كان ذاكر الله عز وجل، بل قلبه ينفر منها ويبتعد عنها وينكرها. ولهذا قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديار المسلم. والغيب والنميمة خصلتان ذميمتان محرمتان، وفيهم الفاسد الشيء الكثير. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: سألوه عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك ما يكره، قال: فإن كان فيما أخي ما يقول، قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. وسأله عن العظ، قال، فسألوا هذا في النميمة وهذا في، سألوا عن العظ، قال: النميمة وهي القالة بين الناس. قال: ما العظ يا رسول؟ قال: النميمة وهي القالة بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح كما عن حذيفة: لا يدخل الجنة نمام. لفظ قتات، هذه كلها مفاسد عظيمة. الشارع حرمها صيانة للعبد وصيانة لمن حوله، فهي صيانة له عن هذه الدنايا والمفاسد وصيانة للمجتمع، لأنه حينما تقع هذه المفاسد يفسد المجتمع وتفسد حاله، يكون سببا وطريقا إلى مفاسد ومعاصي أخرى. يقول: والجواب عما تقدم: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد سبحانه وتعالى، بهذه المصالح العظيمة التي حصلت بذكر الله سبحانه وتعالى وجد فيها من الراحة واللذة
ما لا يجد أصحاب اللهو والسمر، يعني الذين يقعون في المعاصي هذه في الغيبة والنميمة قد يزين لهم الشيطان ويجدون فيها اللذة، لكنها لذة تعقب الحسرات. أما من كان على الذكر فهي لذات متواليات، ويكون طيب النفس قرير العين بما هو فيه من الخير والذكر. نعم. قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قال كما قل منا للإله التعبد، وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ورحم الله الشيخ على هذه الوصايا العظيم وعلى هذا الختام العظيم، جعلنا وإياه وإياكم والدينا وإخواننا وأحبابنا وأصحابنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه، آمين. يقول الشيخ رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، يعني بما تقدم من الفوائد. والجهل في هذا الباب هو عدم العمل، لأن الشيخ ذكرها معنى قال ولكن من جهلنا. الشيخ رحمه الله يريد من كل مسلم أن يسيء الظن بنفسه مهما بلغ من العمل، كما قال عليه: لا تغتروا، ومن أساء الظن بنفسه وأحسن الظن بربه فهو على خير. بمعنى أنه إذا عمل يعلم أنه مقصر وأنه متلطخ بالذنوب والمعاصي بحاجة بل بضرورة إزداد من الخيرات والتوبة من المعاصي والسيئات، هذه من أعظم أسباب التوفيق والصلاح. ولهذا قال: ولكننا من جهلنا، لأن الجهل والوقوع في المعاصي حتى ومع علم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، الذي كل من عصى الله فهو جاهل، كما قال قتادة وأبو العالية أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن كل من عصى الله فهو جاهل، فإذا وقع في المعصية لم يقع فيها إلا لأنه جهل أمرا من حقوقه سبحانه وتعالى، لأن العالم حقا هو العالم بالله العالم بأمر الله. لكن الإنسان يهضم نفسه ويعلم أنه مهما عمل فهو في حال تقصير. ولهذا الشيخ رحمه الله نسب ذلك على العموم، يؤدب ويعلم، وأن هذا هو الواجب. وكان عليه الصلاة والسلام يبكي كثيرا مع أنه قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر. وقال يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني في الوقوع في هذا. فلذا قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا للإله التعبد. لأن الإنسان لو جعلت أعضاؤه كلها أو كل أجنحته وأجهزة بدنه أعضاء تتعبد الله عز وجل ليلا ونهارا لم يبلغ شيئا يسيرا، ولا يستطيع شكر نعمة واحدة من النعم التي أعطاه إياها سبحانه وتعالى، إنما هو في مقام الانكسار والتذلل والتضرع وسؤال الله المغفرة والرحمة. هذا أعظم أبواب العباد، باب الانكسار، باب الذل. وهذا الباب كما يقول القيم رحمه الله عن بعض العباد، يقول بعض العباد: ذهبت إلى كل الأبواب فوجدت عليها زحاما عظيما لم أستطع الدخول، حتى جئت من باب الذل والانكسار فوجدته خاليا، فما هو إلا أن أخذ الله بيدي فأدخلني في رحمته. يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ورحمه، وباب الانكسار والتذلل يحقر الإنسان عمله ويعلم أنه مهما عمل لن يبلغ شكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. سبحانه وتعالى هو المهيمن الرقيب الحسيب
الذي لا يفوت شيء سبحانه وتعالى، فعليك أن تكثر من سؤال التوفيق والهداية، إياك نعبد وإياك نستعين، ما دمت قاصي الله عز وجل، وإن حصل ما حصل من تقصير فأحسن ظنك بربك، وقل الله عز وجل حين يقول أنا عند ظن عبدي بي، وصل إلهي مع سلام ورحمة عليه الصلاة والسلام. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليموا. الأحاديث الصلاة والسلام عليه كثيرة عليه الصلاة والسلام، وردت في مواطن كثيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب مع سلام ورحمة. هذا من الشيخ رحمه الله دلالة على جواز الترحم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول هو الصواب، لكن ليس لا يتخذ شعارا، ما يقال اللهم إذا ذكر النبي يقول اللهم ارحم محمدا، لا نقول اللهم صل وسلم على محمد، إنما في بعض المواطن لا بأس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو نحن في الصلاة سلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته التشهد، في حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث ابن موسى في صحيح مسلم، في حديث ابن عمر عند أبي داود بسناد صحيح، كلها سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء ودخل مع النبي عليه السلام في صلاته فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، ارحمني ومحمد، فقال لقد حجرت راسي، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، انت تحجرها. فما انكر النبي عليه الصلاه والسلام. ورد في حديث سعد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على ال سعد على ال محمد في بعض الصفات، الحديث ضعيف لكنه شاهد في الباب، على خير، لكن لا يتخذ شعار كما تقدم، على خير من قد كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وآل آله عليه الصلاة والسلام هم من منعوا الصدقة على مختار، في آله في باب الزكاة هم آله في هذا الباب، وفيهم أربعة أقوال في كلمة آل، أربعة أقوال ذكرها العلماء. وأصحاب الصحابة أصحاب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة على جواز الصلاة تبعا على الآل والأصحاب عليه تبعا على الصلاة عليه السلام، ويجوز الصلاة ابتداء لكن لا تتخذ شعارا. ومن كان تابعا من التابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد صلاة وسلاما دائمين. غفر الله المصنف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.